نتوسع في الحديث أكثر في هذا الموضوع تحديدا مع ضيفنا، ينضم إلينا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عتاني. سيد أيمن أهلا بك معنا. إذن التوصل إلى اتفاق، وأخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصفه بأنه رائع، هل هذا يعني بأنه تم أو سيتم الآن وضع نقطة على السطر في هذا الملف؟ هلا داليا، هن 45 يوم كانوا صعبين لنحكي لتجاره بين امريكا والصين، يلي بنصها هي مؤسسه تيك توك اللي عندها عدد هائل من المستخدمين بامريكا، وفي استهلاك كبير يومي لهذا التطبيق. واللي بيلفت النظر انه بالاخر هو موضوع تجاري، بس في يعني تدخل عام لانه في مصالح عامه بينحكى فيها، وفي كثير تفاصيل كبيره وصغيره عم ينحكى فيها لنوصل للاتفاق اللي موجودين فيه عليه اليوم. فاليوم داليا جاوبنا على سؤالك، هو يعني بادره انه تقدم انه يعني العناوين العريضه انحلت، وهلا في التفاصيل يلي بده ينشغل عليها، وهيدي بدها تاخذ اشهر معينه لحتى تتطبق، بس العناوين العريضه اتفقوا عليها من اليوم، ويوم بعد يوم حيشتغلوا على اشهر لقدام لحتى يكون في هالمؤسسه. بس التفاصيل مهمه ايمن، وتحديدا هنا عندما يعني كان يبدي الرئيس الامريكي مخاوفه من موضوع الامن والحفاظ على البيانات وما الى ذلك، اليوم اوراكل ستكون هي المسؤوله عن استضافه بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحده، هل فعلا الان تم حل مشكله الجانب الامني الذي ما يعني دوما ما كان يقلق الرئيس الامريكي؟ هلا حتى من اليوم يعني هذه المعلومات بعدها كلها موجوده منا كلها بقلب امريكا اليوم، يعني هن اوراكل كان كمان مش بس موضوع يعني شغل مالي، عندهم قدره ماليه كبيره، بس كمان عندهم قدره تقنيه ليقدروا هاي البيانات انه يكون موجوده على اراضي امريكيه مثل ما هي مطلوبه منها. فهلا بعد ما يتوافق عليها بده يبلشوا الطريق التقني الطويل لينقلوا هذه المعلومات من خارج الامم المتحده على داخل الامم المتحده، وهذه بدها وقت وشغل تقني صعب وطويل. طيب ما هي ربما الخلافات الاخرى، ربما النقاط الاخرى التي يمكن ان تظهر وتشكل يعني خلاف ما بين واشنطن في الصين في موضوع تيك توك؟ صحيح بان هناك اتفاق، ولكن قلنا بان المهم هنا التفاصيل ايمن. يعني مثلا يعني امور اساسيه معقول بعد اتعرقل فيها، انه لانه تيك توك قيمتها كثير عاليه، في عم يحكي تقريبا ب 20 مليار دولار من هيدي ال 20 مليار دولار رح تسمح لاوركل وورمارت يكون عندهم فقط 20% من هيدي المؤسسه الجديده، 80% بعدها ملك الصين، بس لانه ملك المؤسسه الصينيه مملوكه كمان من غير مستثمرين من امريكا، ف تقريبا 52% عم بيكون استملاك امريكي، فهيدي لانه قريبه بده يكون في لها حسابات على ورقه وقلم وفي وراق بدها تدرس لنشوف قديش قيمه الاستحواذ، بس في اتفاق مبدئي بهذا الموضوع. في موضوع ثاني كان مولي عرقل، هو كمان هو تيك توك لانه نجح، لانه التقنيه تبعوله عم تقدر تخلي انه داليا عم تحضر تيك توك غير ايمن عم يحضر تيك توك، والمضمون اللي عم تعطيني اياه غير المضمون اللي عم تعطيني انا بيعطيني اياه بطريقه ذكيه وفعاله. فهيدا مين بيملكه، وكيف المؤسسه الجديده بتقدر تضل تستفيد من الموضوع؟ هون شويه تفاصيل يلي يمكن تاخرها او تعرق لها شوي، بس الامور الثانيه الاصعب برأيك أمن، هل سنسمع عن موضوع تيك توك مجددا رغم بأن هناك يعني اتفاقية الآن والرئيس الأمريكي وصفه بأنه رائع، ولكن الجانب الصيني يقول أو وصفه بأنه كان تنمر أمريكي في قضية تيك توك، هل سنشهد ربما فصول أخرى من هذا الخلاف؟ هذا سؤالك محله، لأنه نعم يعني على 6 أشهر لقدام، لأنه موضوع تقني صعب بياخذ وقت، وفي مردود مالي كمان للدعايات، يعني نحن اتفقنا اليوم بس الورقة بعدنا ما مضينا على الآخر، بعد ما صار في هالمصاري لمين عم تروح، فهيدي المواضيع على 6 أشهر لقدام حضل نسمع فيها، وحيكون في شويه ضغوطات لحتى تنعمل، بس يعني اليوم بدرت خير. شكرا لك ايمن عتاني الخبير في تقنيه المعلومات، كنت معنا من دبي.